للدوري يحل في الجولة الأخيرة ضيفا على فرسان مكة، على نادي الوحدة، الفريق الذي ضمن البقاء أيضا في الجولة الماضية بعد تعادله مع نادي الأخدود. الهلال يواجه كتيبة دونيس، ودونيس الذي كان قد حقق لقب كأس الملك وفي الجوهر وأمام بلا خسارة، فهي المباراة الأخيرة في الدوري. الفريق الذي تعادل فقط في ثلاث وفاز في جميع مبارياته وحقق أرقاما قياسية بمختلف عدد الأندية مشاركة، نجح بتحقيق الدوري. الآن يتقدم الحمدان ويضع كرة تصطد في اليمين مع حالة تسلل على عبد القدوس عطية، كانه بعيدة بعيدة كل البعد عن مرمى الوحدة، تذهب إلى خارج أرضية الملعب قبل أن يخسر من الهلال. الكرة تصل إلى لوني، يحاول الكرة، الكرة للقحطاني محمد، ما زالت جميلة رائعة، ومكي أنقذها، علي مكي، هذا إنقاذ مثالي. عادت سلمان من جديد، الله، لكنها لم تكتمل. محمد القحطاني، كرة بتصل من جديد، سالم وبالراس، الله، كأنه يعلن التقدم في ليلة الرقصة الأخيرة. براسية هكذا أرسلها سالم، الارتقاء ثم بالراس، وضعت لتجعل عبد القدوس عطية واقف ويطالع صعبة في زاوية مستحيلة. القياسية، قياسي 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 قياسي، الله، الترنيدو يضرب، وتحرك وفكرة للتهديف والتسديد، ما زالت ذكية في البداية كانت من نواف العزيزي في مونديال قطر ورابع العالم. كرة تصل من جديد، الحمدان، الله، في اللحظة الأخيرة، في اللمسة الأخيرة، تراجع خطوتين وأدرك هذه الكرة لتذهب إلى ركلة الزاوية. الفكرة حلوة جميلة من الحمدان، بعد أن ضمن البقاء في الجولة الماضية بالتعادل مع الأخدود. كرة بتصل، تسديدة، وعبد القدوس عطية حول الكرة إلى ركلة الزاوية. يتقدم الآن سالم للثاني، عبد القدوس عطية، معركة المقاعد البقاء. كرة تصل، عبد العزيز عطية بأنه يفكر بالجودة للإسم. الآن التقدم، تعادل، الجودة موجودة، نعم، في يحيى النجعي إذ يتقدم. الآن كرة من البريك بعيدة، ركلة مرمى، تحرك وفرصة وتسديدة خطيرة وأبعدت، ما زالت واصطدت ونجح الدفاع. البريك، عرضية، الله، متروفيتش، الهدف رقم 28 ينجح من خلاله متروفيتش، المترو ينطلق ويقف في المحطة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة، في وقته، يصل في وقته، يصل في وقته في المحطة الأخيرة، معلن للفوز، النقطة 96، هدف ما بعد المئة، وهدفه رقم 28 في الدوري. إنه الهداف الذي لا يرحم، هكذا يضرب بالرأس.
يصل لها. انتهت المباراة، الهلال بطل الدوري الأسطوري الذهبي. جيسوس الذهبي، جيسوس الذهبي، جيسوس الذهبي، ميتروفيتش الذهبي، سلمان الفرج الذهبي، بونو الذهبي، كنو الذهبي، سافيج الذهبي، نيفيز الذهبي، كوليبالي الذهبي، البريك الذهبي، ياسر الشهراني الذهبي، الحمدان الذهبي، سالم الدوسري.